السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد عطية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الأجزلة. عايزين نعرف بس الأول يعني ايه أجزلة. بصوا معايا في الموديل ده، احنا عندنا العظمة دي كده اسمها الهيومرس، دول كده الريبس، تمام؟ الريبس بتشكل حاجة اسمها الشيست وول، يعني الريبس مع بعضها كده عاملين حاجة اسمها الايه، الشيست وول. الشيست وول ده اللي هو بالعربي القفص الصدري. الجست وول ده له جزء انتيريور اللي هو الجزء اللي قدام ده، وله السايد بتاعه الجزء اللي هو في الجنب، تمام؟ طيب بص معايا كده، انا كده باصص للموديل ده من قدام، تمام؟ هنرسم كده مثلث في المنطقه دي كده، شايفين الفراغ ده، السبيس ده، سبيس يعني فراغ، الفراغ ده كده هو ده الاكزيلا بشكل بسيط خالص. يبقى الاكزيلا عباره عن ايه؟ الاكزيلا عباره عن سبيس بس محشور في المنطقة دي، اللي هي ما بين الـ upper part of the arm، المفروض هنا الـ arm بتاعك اللي هو دراعك يعني، والـ upper part of side of chest wall، تمام؟ طيب يبقى يعني ايه اكزيلا بقى؟ هي الاكزيلا برضو بالظبط في المنطقة دي كده، في الرسمة دي كمان هي موجودة في الحتة دي بالظبط اهو. دي نفس الموديل اللي احنا لسه شايفينه من شوية. definition of axilla بيقول لك هو pyramidal shaped space. يعني ايه كلمة pyramidal shaped؟ pyramidal shaped يعني شبه الهرم. يعني ايه شبه الهرم بقى؟ يعني لها قاعدة اللي هي البيز، قاعدة اللي هي اسمها البيز، ولها قمة اللي هي الايبكس. يعني عندي في قمة اسمها ايبكس، ايبكس يعني قمة، وبيز يعني قاعدة، واربع وولز، فور وولز. في انتيريور وول يعني جدار امامي، وبوستيريور وول اللي هو الجدار الخلفي، ميديال وول اللي هو اللي ناحية الميديال، ولاترال وول. طيب يبقى كده اول حتة في الديفينيشن بتاعي ان هي بيراميدال شيبد سبيس. طيب فين السبيس ده؟ السبيس ده at the junction between حاجتين. أول حاجة ال upper part of arm اللي هو الجزء ده، هنا المفروض إن ده ال arm بتاعنا، يبقى هنا ده كده ال upper part of arm and the upper part of side of chest wall، تمام كده؟ يبقى definition of axilla هي pyramidal shaped space at the junction between upper part of arm and upper part of side of chest wall. طيب إحنا عايزين نتكلم على برضو، بص هنا برضو في الصورة دي الأجزلة، هي دي الأجزلة تحديدا اهو. طبعا هي الاجزاء سبيس بس مش فاضي، في حاجات من جوه ماشيه، ارترز، فينز، نيرفز، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم على الباوندريز اوف اجزيلا. يعني ايه كلمه باوندريز؟ اولا باوندريز معناها حدود الاجزاء. يعني ايه حدود الاجزاء؟ يعني هنتكلم عن الوولز بتاعت الاجزاء والبيز والايبكس، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب اول حاجه عايزين نتكلم عن الانتير وول اوف اجزيلا. بس قبل ما اتكلم عن الانتير وول، انا عايز اوريكم حاجه مهمه جدا. هنراجع مع بعض شوية ماسلز خدناها في المحاضرات اللي فاتت بس عشان نتأكد إن أنتوا فاكرينها كويس. بص معايا، أنا كده باصص للموديل ده من قدام، تمام؟ كان في عضلة كبيرة كده اسمها بكتوراليز ميجور، فاكرين العضلة اللي موجودة في البكتورال ريجون الكبيرة قوي دي؟ العضلة دي اسمها بكتوراليز إيه؟ بكتوراليز ميجور. طيب تخيل معايا إن أنا شلت العضلة دي وعملت لها هايد، هلاقي إيه تحتها؟ عضلة اسمها إيه، صغيرة كده بنفس اسمها بس اسمها ماينور، بكتوراليز إيه؟ بكتوراليز ماينور. طيب بص معايا، فاكر العظمه دي اسمها ايه؟ دي اسمها كلافيكل. العظمه انا باصص منين اهو؟ عظمه قدام، دي عظمه الترقوه الكلافيكل. تحت الكلافيكل كان في عضله ماسكه ما بينها وما بين الفيرست ريب اسمها ايه؟ اسمها السب كليفيس ماسل. كل الكلام ده احنا خدناه المفروض، بس احنا بس بنراجع عليه مراجعه سريعه كده. يبقى ده كده ايه؟ دي كده اسمها سب كليفيس، دي اسمها ايه؟ سب كليفيس. طيب بص معايا، ده كده اسمه انتيرور فيو. يعني ايه انتيرور فيو؟ يعني انا باصص للموديل ده من قدام. طيب لو انا عملت كده يبقى انا اسمي لاترال ايه؟ لاترال فيو. طيب تخيل معايا ان انا هجيب منشار، هجيب ايه؟ منشار، واروح قاطع كده، وبعدين شايف الجزء ده انا هشطبه خالص، هرميه، هرمي العظمه دي بالحاجه دي كلها، تمام؟ وبعدين هروح باصص كده، بتخيل معايا ان انا رميت كل ده، تمام؟ رميت كل ده ورميت الجزء المقطوع من العضلات اللي هنا ورميته خالص، وبعدين هبص بقى منين؟ هبص من اللاترال فيو. المفروض ان انا اشوف ايه بقى في اللاترال فيو ده؟ بص معايا، هشوف اول حاجه من فوق، من ناحيه فوق. بص انا جايب ايه؟ هوريك فيو تاني معلش، ده كده ايه؟ لاترال فيو. هقرب شويه، هقرب شويه، هقرب شويه، اهو دي كده الاجزيلا بتاعتي، تمام؟ انا قاطع، المفروض ان انا قاطع ساجيتال سيكشن، يعني قاطع بالطول. ده ايه ده؟ دي كلافيكل، هتبان حته صغيره كده مش هتبان كلها، ودي البكتراليز ميجور، دي البكتوراليز ميجور. يجي تحتيها العضله الصغننه دي اسمها بكتوراليز ايه؟ ماينور. وفي حته صغننه قوي فوق كده اسمها ايه؟ سب كليفيس. طيب
طيب تعالى بقى اوريك الكلام ده على الحقيقه من غير ما تتخيل. فاكر العضله دي لسه موريها لك اهو، اسمها ايه؟ اسمها بكتوراليز ايه ميجور. لما قطعتها اهو، لقيت في تحتها عضله صغيره اسمها بكتوراليز ماينور، وعضله فوق كده اسمها ايه؟ اسمها السب كليفيوس ماسل. اسمها ايه؟ سب كليفيوس ماسل. طب حد فاكر ايه الشكل الرمادي ده؟ ده اسمه ليه بقى؟ كلافي بيكتورال فاشيا. خدنا الكلافي بيكتورال فاشيا، لو مش فاكرها ارجع لها دلوقتي. الكلافي بيكتورال فاشيا دي كانت عباره عن فاشيا ماسكه في الكلافيكل من فوق، وبعدين بتكمل مع الفاشيا تحت، تمام؟ كانت اهم حاجه بتعملها انها بتعمل انفستنج، يعني بتحضن عضله السب كليفيوس وهي نازله، وبعدين تحضن عضله البكتوراليز ماينر، تمام؟ طيب هنتكلم بقى دلوقتي على الانتيرو وولف اكزيلا. طيب ايه الصوره دي بقى؟ تعالى بقى نفتكر الصوره دي احنا جبناها منين. بص معايا كده واحده واحده اهي. احنا اتفقنا احنا هناخد ايه؟ هنقطع كده وبعدين نبص من الجنب، هنلاقي اول حاجه فوق الكلافيكل، ادي اول حاجه اللي هي الكلافيكل. طيب كان في عضله كبيره كده، بس طبعا الحته دي مش باينه لان انا قطعتها ورميتها، الجزء ده هو اللي باين. دي ايه؟ اسمها ايه؟ بكتوراليز ايه؟ بكتوراليز ميجور. طيب كان في عضله تحت الكلافيكل اسمها سب كليفيوس. طيب فاكر العضله اللي ورا البكتوراليز ميجور دي كان اسمها بكتوراليز ماينور. طب امال ايه الازرق اللي محوط الماسلز دي؟ دي اسمها ايه؟ كلافي بكتورال فاشيا. اسمها ايه تاني؟ كلافي بكتورال ايه؟ فاشيا. يبقى ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن لاترال فيو لساجيتال ايه؟ سيكشن. تمام؟ يهمني تفهم بس الرسمه دي جت منين؟ انا رسمتها ازاي؟ انا رسمتها عن طريق ان انا جيت على الموديل ده ورحت قاطع كده، وبعدين رحت باصص له من الجنب، فشفت ادي الكلافيكل فوق اهي، تحتها عضله السب كليفيوس، وادي بكتوراليز ميجور، تحتها البكتوراليز ماينور، وادي الفاشيا اللي عامله لهم انفستنج اللي هي اسمها كلافي بكتورال ايه؟ فاشيا. يبقى دي المكونات اللي موجوده عندي في الانتيريور هول. يبقى انا لو انا عايز ادخل الاكزيلا من قدام، مش احنا فعلا الاكزيلا موجوده في المنطقه دي كده، لو انا عايز ادخلها من قدام فانا محتاج اشيل البكتوراليز ميجور، محتاج اشيل البكتوراليز ماينور، ومحتاج اشيل السب كليفيوس، ومحتاج كمان اقطع الفاشيه اللي ما بينهم اللي اسمها كلافي بيكتورال فاشيه. يبقى انا كده بحمد الله دخلت ايه؟ دخلت جوه الاكزيلا من خلال الانتيريور هول. يبقى نتكلم معلش على الانتيريور هول اوف اكزيلا. يبقى الانتيريور هول بسرعه كده مكون من ايه؟ مكون من ثلاث عضلات وفاشيه. مكون من ايه تاني؟ ثلاث عضلات وفاشيه. العضله الاولانيه اسمها بكتوراليز ميجور الكبيره قوي اللي ناحيه بره. العضله الثانيه اسمها بكتوراليز ماينور الصغننه اللي تحتيها. العضله اللي تحت الكلافيكل اسمها سب كليفيوس، والفاشيه اللي محوطه الاثنين دول مع بعض اسمها ايه؟ كلافي بيكتورال فاشيه. وكده احنا خلصنا الانتيريور هول. طيب تعالى بقى نتكلم على البوستيريور هول. بس برضو قبل ما نتكلم على البوستيريور هول عايز اراجع معاك شويه عضلات. بص معايا الموديل ده انا عملت فيه حاجه مختلفه شويه. بص الموديل ده انا جيت على الموديل ده وبعدين ايه؟ شلت كل البكتورال ريجون، شلت كل الضلوع، وشلت كل الحاجات الموجوده جوه. يعني انا دلوقتي شايف ايه؟ بص معايا، انا هبص من ورا، تمام؟ فاكر معايا دي اسمها ايه؟ دي اسمها سكابيولا. العظمه دي اسمها سكابيولا. لما ابص كده من قدام هنشيل دي. فاكر السكابيولا دي السكابيولا من قدام، انا بصيت لها منين؟ من قدام. المنطقه دي كان اسمها سب سكابيولار فوسا، كان بيطلع منها عضله اسمها ايه؟ سب سكابيولاريز ماسل. شطار. دي اسمها سب سكابيولاريز ماسل، كانت بتروح تمسك في الهيومرس، تمام؟ مش عايز تفاصيل، انا بس عايزك تفتكر شكلها دلوقتي. يبقى ده اسمها ايه؟ سب سكابيولاريز ماسل، جايه من السكابيولا وراحت تمسك فين؟ في الهيومرس. طيب حلو الكلام. بص كده انا هبصص منين دلوقتي؟ من ورا. فاكر مش ده اللاترال بوردر بتاع الاسكابيولا؟ فاكره؟ ده اللاترال بوردر كده ناحيه اللاترال، الهيومرس ناحيه اللاترال، تمام كده؟ يبقى انا كده ناحيه الايه؟ اللاترال، وده كده ناحيه الميديال. دي كده اللاترال بوردر، بوردر يعني حافه بتاعت العظمه. ده اللاترال بوردر، كان بيطلع من الجزء الاخير منه عضله كده صغننه فاكرينها اسمها ايه؟ تيريز ميجور. تيريز ايه؟ تيريز ميجور. طب امال فين باقي العضلات اللي موجوده هنا؟ انا شلتها عشان بس ما الخبطكش، لكن العضلات موجوده برضه. يبقى دي اسمها ايه؟ تيريز ميجور. دي بس اللي تهمني دلوقتي. تيريز ايه؟ تيريز ميجور. كانت رايحه برضه تمسك فين؟ رايحه تمسك اهي، دي تيريز ميجور اهي. انا بس عمال اوريها لك من كذا كذا جهه. دي تيريز ميجور ماسكه فين؟ ماسكه في الهيومرس بارت. طيب فاكر العضله الكبيره قوي دي اللي كانت في الفيرست لاير اوف ماسلز اوف باك، كان اسمها ايه؟ لاتسماس دورزاي. فاكرها؟ اللي كانت طالعه من العمود الفقري، طبعا مش هنقول تفاصيل، بس هي طالعه غالبا من العمود الفقري ومن الايه؟ الهيب بون اللي هي عظمه الحوض، تمام؟ وبعدين رايحه تعمل تندون عشان يمسك فين؟ يمسك في الهيومرس، عظمه ايه؟ الهيومرس بارت. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث عضلات عايزك تفتكرهم بالترتيب كده من فوق لتحت. بص انا كده باصص من قدام اهو، من فوق لتحت. بص معايا، دي اسمها ايه؟ دي اسمها سب سكابيولاريز ماسل. اسمها ايه؟ سب سكابيولاريز. كان تحتيها كده بس جايه من ناحيه ورا اسمها ايه؟ تيريز ميجور. والعضله الكبيره قوي دي اسمها ايه؟ لاتسماس دورزاي. اسمها لاتسماس دورزاي.
طيب يبقى احنا كده خلاص اتفقنا على ترتيب العضلات من فوق لتحت، تمام؟ طيب لو انا بقى جيت عملت ساجيتال سيكشن برضو، يعني قطعت من الحته دي كده تمام، وبصيت من ايه؟ من الجنب، المفروض ان انا هشوف ايه بقى؟ تعالى نشوف. بص معايا الرسمه دي. طيب ايه العظمه دي؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها سكابيولا، دي اسمها السكابيولا، العظمه بتاعت لوح الكتف اسمها ايه؟ سكابيولا. كان ده قدام ولا ورا؟ ده قدام اهو، هنا اهو، دي ده البيكتورال ريجون اهو، ده قدام وده ورا. العظمه العضله اللي قدام السكابيولا اسمها ايه؟ اسمها سب سكابيولاريز ماسل، عشان انا لسه موريها لكم. تمام، تحت السب سكابيولاريز من اللور بوردر بتاع السكابيولا بيطلع حاجه اسمها ايه؟ تيريز ميجور. وتحت خالص لاتيسماس دورزاي، بس طبعا لاتيسماس دورزاي انت مش شايفها كبيره، لاتيسماس دورزاي دي كبيره قوي، بس كبيره في انهي فيو؟ كبيره في الفيو بتاعها الطبيعي، يعني كبيره لما اجي ابص عليها هنا كبيره قوي، لكن لما اجي اقطع، لما اجي اقطع وابص على الحته بس هشوف التندون بتاعها بس. يبقى انا هشوف ثلاث عضلات بالترتيب كده من فوق لتحت، سب سكابيولاريز ماسل، تيريز ميجور، ولاتيسماس دورزاي. طبعا اللاتيسماس دورزاي هي بتحس انها عامله حضن كده للايه؟ للتيريز ميجور. تمام، يبقى ده كده الايه؟ ترتيب العضلات في البوستيرور وول وفي اكزيلا. يبقى كده البوستيرور وول مكون من كام عضله؟ ثلاث عضلات، سب سكابيولاريز ماسل، وتيريز ميجور ماسل، ولاتيسماس دورزاي ماسل. يبقى نراجع بسرعه، الانتيرور وول كان مكون من كام عضله؟ ثلاث عضلات بس معاهم فاشيه. ثلاث عضلات هم ايه؟ بص معايا في الصوره دي، البكتوراليز ميجور ماسل، البكتوراليز ماينور ماسل، والسب كليفيوس اللي فوق دي، واللي اسمها ايه بقى؟ الفاشيه، كلافي بيكتورال فاشيه. ادي السبيس بتاعت الاكزيلا اهي، انا قاطعها وباصص لها من الجنب. تمام، وبعدين في من ورا بقى في السكابيولا اهي، دي كده سب سكابيولاريز ماسل، لاتيسماس دورزاي، تيريز ميجور ام، لاتيسماس دورزاي ماسل. ده كده البوستيرور وول اوف اكزيلا. نتكلم بعد كده على الميديال وول اوف اكزيلا. الميديال وول اوف ايه؟ اوف اكزيلا. بص معايا للفيو ده، ده برضو فيو انا باصص من ايه؟ من قدام. بص معايا، احنا عندنا دول اسمهم ايه؟ ريبس، اتفقنا عليهم في اول المحاضره. يبقى ده كده اسمهم ايه؟ ريبس. هنبص كده، انا ببص منين؟ ببص من الجنب. تمام، هلاقي فيه، فاكرين العضله دي؟ فاكرين شكلها؟ شطار، اسمها ايه؟ اسمها سيريتس، سيريتس انتيريور. العضله دي اسمها ايه؟ سيريتس انتيريور، عامله شبه الصوابع كده. يبقى دي اسمها سيريتس ايه؟ سيريتس انتيريور. طيب كانت ماسكه فين؟ كانت ماسكه في الريبس. طيب حلو الكلام، خلينا متفقين ان الريبس دي باللاتيني بنقول عليها كوستو، يعني مثلا ايه؟ اي يعني المسافه، شايفين المنطقه دي، السبيس ده، الفراغ ده اللي ما بين الضلعين بسميه ايه؟ بسميه انتركوستال سبيس، بسميه ايه؟ انتركوستال سبيس. اسمه يعني انتركوستال سبيس، اي حاجه ليها علاقه بالضلوع بتلاقي فيها كلمه كوستو كده، يبقى انتركوستال ايه؟ انتركوستال سبيس، ده اسمه انتركوستال سبيس، وده كمان اسمه انتركوستال سبيس، اي حاجه ما بين ضلعين. طيب فاي حاجه جوه السبيس ده هسميها بنفس الاسم. طيب انا لما اخد ان شاء الله تسوركس فيما بعد، هتلاقي ان عندك حاجه اسمها انتركوستال ماسلز. يعني ايه انتركوستال ماسلز بقى؟ العضلات اللي ما بين الضلوع، اللي هي دي، دي عضله ما بين الضلوع، دي الفيرست انتركوستال ماسل، وده انتركوستال ماسل، وده انتركوستال ماسل، وده انتركوستال ماسل. طيب انت عايز تقول ايه بقى؟ انا عايز اقول ان ده الميديال وول بتاع الاكزيلا، الميديال وول بتاع الاكزيلا. تقدر تقول لي كده من خلال الرسمه اللي قدامك، او من خلال الموديل اللي قدامك ده، هو مكون من ايه؟ يلا قول معايا. اول حاجه قدامك اللي هي السيريتس انتيريور، ثاني حاجه الريبس، ثالث حاجه الايه؟ الانتركوستال ماسلز اللي ما بين الايه؟ اللي ما بين الضلوع او ما بين الريبس. طيب بس طبعا احنا علم اناتومي علم دقيق جدا، ما ينفعش اقول لك سيريتس انتيريور. طيب انا قلت لك الاكزيلا الجزء ده بس، تقول لي انت سيريتس انتيريور عامله الميديال وول بتاعه؟ لا ما ينفعش. فبنقول الابر بارت من السيريتس انتيريور، الابر بارت بس، ومش كل الريبس داخله في الميديال وول، لا ده الابر 5 ريبس بس، اللي هو الضلع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، يبقى الابر 5 ريبس، وكمان الانتركوستال ماسلز ان بتوين ريبس دي. يبقى بص معايا في الـ في الـ في السلايد دي، اهي الصوره اللي موريها لك اهي، دي كده الايه؟ دي كده السيريتس انتيريور ماسل، دي الريبس، ودي الانتركوستال ماسلز اللي ما بين الايه؟ الريبس، اسمها ايه؟ انتركوستال ماسلز. طيب يبقى الميديال وول مكون من ايه؟ الابر بارت من السيريتس انتيريور، الحته دي كده الجزء اللي فوق ده بس مش كلها، والابر 5 ريبس اول خمس ضلوع، وكمان الانتركوستال ماسلز ان بتوين الابر 5 ريبس دول، يعني الانتركوستال ماسلز اللي ما بين الايه؟ ما بين الريبس. دي ده اسهل وول فيهم، اللي هو الميديال وول اوف اكزيلا. طيب تعالى نتكلم على كده، فاضل اني وول؟ احنا كده اتكلمنا على الانتيريور وول، وان مكون من كام عضله؟ ثلاث عضلات وفاشيه، والبوستيريور وول ثلاث عضلات بس، والميديال وول اللي هو مكون من ابر بارت من سيريتس انتيريور،
والابر 5 ريبس والانتر كوستال ماسلز ان بتوين الريبس. فاضل كده الايه الوول اللي هو الايه اللاترال وول اللي هو ناحيه بره، الوول اللي ناحيه بره. طيب انا دلوقتي هكلمك عن كام عضله، هكلمك عن عضلتين ان شاء الله المره الجايه هاخدهم بالتفصيل، بس المره دي بس هديك اسمهم وشكلهم بس، لكن ما تركزش مع تفاصيلهم دلوقتي. بص معايا في الموديل ده، معلش يا عم الحاج احنا تعبينك معانا. طيب بص معايا، بص كده العضله دي اسمها ايه؟ العضله دي بتوع الولاد بتوع الجيم يعرفوها كويس، اسمها البايسبس، عضله الباي. البايسبس باي يعني اتنين في اللاتيني، باي يعني اتنين في اللاتيني، باي يعني ثنائيه الرؤوس، بايسبس يعني ثنائيه الرؤوس، لان العضله دي زي ما انت شايف لها راسين. المره الجايه هاخد الراسين دول بالتفصيل الممل. العضله دي اسمها لها ايه؟ راسين، ادي راس ودي راس، عشان كده اسمها بايسبس. ليها راس طويله سميتها اللونج هيد، دي اللونج هيد، راس طويله اهي 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 لسه ماشيه معايا لحد دلوقتي، ما تهمنيش دلوقتي. امال ايه اللي تهمني؟ الشورت هيد اوف بايسبس. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ اسمها الشورت هيد اوف بايسبس. الشورت هيد دي يا حبيبي رايحه تمسك فين؟ بص معايا، دي اسمها سكابيولا، ده اسمه كوراكويد بروسس، ده انا بشاور عليه بالماوس، ده اسمه كوراكويد ايه؟ كوراكويد بروسس. هي ماسكه في التب بتاعته، يعني في القمه بتاعته زي ما انت شايف كده، ماسكه في نهايته. دي ايه؟ اسمها ايه؟ شورت هيد اوف بايسبس، اسمها ايه؟ شورت هيد اوف بايسبس. عايزك بس تاخد شكلها، المره الجايه ان شاء الله هتكلم عنها تاني بالتفصيل. احفظ بس شكلها دلوقتي. تمام؟ طيب حلو. لما اشيل دي كده هلاقي تحتيها عضله كمان ماسكه برضو فين؟ ماسكه في الكوراكويد بروسس برضو، ماسكه هنا في نفس المكان كوراكويد بروسس. وبعدين رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الهيومرس. فسميتها ايه العضله دي؟ اسمها كوراكو براكياليز. كوراكو عشان ماسكه في الكوراكويد بروسس، وبراكياليز لانها رايحه البريكيم. بريكيم يعني باللاتيني يعني زراعة، بريكيم يعني زراعة. يبقى دي عضله اسمها ايه؟ كوراكو ايه؟ كوراكو براكياليز. وطبعا دي عظمه دي اسمها ايه؟ اسمها هيومرس. طيب فين بقى اللاترال وول؟ اللاترال وول مكون معايا من الفيو ده بس هوريه لك هناك. مكون من اول حاجه الابر بارت من الهيومرس، الجزء ده من الايه؟ من الهيومرس. هنجيب الليزر او الابر بارت اوف هيومرس. وبعدين الابر بارت اوف شورت هيد اوف بايسبس. ما هي دي الشورت هيد، انا بتكلم على الابر بارت بتاعها بس، دي كده الشورت هيد اهي، انا بتكلم على كل دي الشورت هيد. تمام، انا بتكلم بدا عن ايه؟ عن الحته اللي فوق بس من الشورت هيد اوف بايسبس اند الابر بارت برضو من الكوراكو براكياليز ماسل. اللي ورا دي هي الايه؟ كوراكو براكياليز ماسل. هوريهم لك تاني سريعا بسرعه كده. دي ايه؟ دي الشورت هيد اوف بايسبس. تمام، لو انا خفيتها خالص وشلتها هلاقي تحتها عضله اسمها كوراكو براكياليز، وطبعا دي الهيومرس. يبقى كده اللاترال وول بتاعي مكون من ايه؟ مكون من الابر بارت اوف هيومرس والابر بارت اوف شورت هيد اوف بايسبس، ادي الشورت هيد اهي، مالكش دعوه باللونج هيد هناخدها المره الجايه، وكمان الكوراكو براكياليز ماسل. ده كده اللاترال وول اوف اكزيلا. يبقى انا كده خلصت الوولز اوف اكزيلا، خلصت الايه؟ الوولز بتاعت الاكزيلا. طيب تعالى نتكلم على البيز، البيز بتاعت الاكزيلا. انت متخيل ايه البيز بتاعت الاكزيلا معايا؟ حاول تفكر كده. بص معايا، انا كده باصص الفيو ده انا وريته لك قبل كده في الانتيرور وول. الاكزيلا دي انا باصص لها من اللاترال فيو يعني من الجنب. ايه ده؟ المفروض اللي هنا ده ايه؟ اللي هنا ده هو السكن، اللي هنا ده هو السكن. يبقى البيز بتاعت الاكزيلا معموله من ايه؟ معموله من سكن. القاعده بتاعت الهرم بتاعي معموله من سكن. تمام، اللي هو انت بتقدر تحط ايدك عليه ده، اللي هو السكن بتاعت الابط. تمام، والفاشيا اللي تحتيه سوبرفيشال فاشيا عند دي فاشيا اوف سكن. يبقى ده مين؟ ده البيز بتاعتي، ده اسهل حاجه اعتقد موجوده في الاكزيلا. طيب فاضل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ كده اتكلمنا عن انتيرور وول، عن بوستيرور وول، عن ميديال وول اند لاترال وول، وكمان قلنا البيز مكونه من ايه؟ مكونه من سكن اند فاشيا. تمام، طيب فاضل بقى الايبكس اوف ذا اكزيلا. الايبكس اوف ذا اكزيلا دي بقى شويه محتاجه تركيز منك. طيب بص معايا كده، لا معلش مش الفيو ده، بص معايا الموديل ده انا باصص له منين؟ من قدام. لو انا عملت كده يبقى انا لفيت من ورا. طيب تخيل بقى انا لفيت من ورا، تمام، وبعدين رحت باصص من فوق. باصص منين؟ من فوق. وبعدين هقرب كده شويه اهو. بص معايا تاني، نبص نجيب الفيو تاني عشان خاطر ما تتلخبطش معايا. هبص من قدام وبالمره هوريك حاجه كده هفكرك بحاجه اسمها الكلافيكل. تمام، فاكرها الكلافيكل؟ تمام، وبعدين خد بالك الكلافيكل دي بنقسمها لثلاث تلات، تلت ناحيه الميديال وتلت ناحيه اللاترال. اهو نقسمها لك بالقلم، تلت ناحيه الميديال وتلت ناحيه اللاترال ناحيه بره، وفي تلت في النص. تمام، طيب ده مين؟ ده الفيرست ريب،
ده الايه؟ الفيرست ريب اللي هو الضلع الاولاني. خد بالك الفيرست ريب هنبص عليه الناحيه دي معلش عشان هو هنا باين اكتر. الفيرست ريب ده له اتنين بوردر، بوردر يعني ايه؟ يعني حافه. له انر بوردر يعني بوردر من ناحيه جوه، والاوتر بوردر يعني ناحيه بره. انر بوردر واوتر ايه؟ واوتر بوردر. تمام؟ طيب يعني نفتكر كده العظمه دي اسمها ايه؟ سكابيولا. يعني باصص كده منين؟ من ورا. دي اسمها سكابيولا. السكابيولا دي كان لها كام بوردر؟ كان ادي بوردر اللي هو ناحيه اللاترال ما يهمنيش، بوردر ناحيه الميديال ما يهمنيش، والابر بوردر او اللي هو السوبيريور بوردر. ده الابر بوردر او السوبيريور ايه؟ السوبيريور بوردر. طيب تعالى يعني بقى نرجع الفيو اللي احنا كنا جايبينهم في الاول. بص انا كده باصص من قدام، هلف الموديل وابص من ورا، وبعدين هروح باصص من فوق. فين الاجزله بقى؟ لو انا عايز ادخل الاجزله هدخلها منين؟ هدخلها من هنا. دي كده الايبكس بتاعتي، المنطقه دي. طيب الايبكس بقى ممكن ارسمها لك بالقلم شويه. الايبكس عامل شبه المثلث كده، هو الموديل مش دقيق قوي ولكن يعني يديك منظر تخيلي بس للايبكس اهو. طيب الايبكس دي محوطه بايه بقى؟ محوطه بايه؟ يعني الايبكس دي ايه اللي بيعمل لها باوندرز او ايه اللي بيعمل لها حدودها ايه؟ بص يا سيدي انا عايزك تقول معايا كده، ديك ايه دي اسمها ايه؟ لسه شايفينها قدام؟ ده انا كده ناحيه قدام، انا كده فين؟ ده كده انتيريور اهو، وده كده لاترال، ده كده ميديال، ده كده بوستيريور، عشان بس تبقى قاري الخريطه معايا. قبل ما تبص في اي رسمه لازم تعرف انت فين الانتيريور والبوستيريور واللاترال والميديال عشان ما تتلخبطش. بص معايا هنا ده ايه؟ قلنا ايه؟ ده انتيريور. ايه العظمه اللي قدام دي؟ اللي هي اسمها ايه؟ كلافيكل. حلو الكلام. طيب ايه ده؟ انا وريتهولك هناك اسمه الفيرست ايه؟ فيرست ريب. هوريهولك تاني بس خلينا بس راسمين المثلث ده الفيرست ريب، ودي اسمها ايه؟ السكابيولا. طيب ايه بقى اللي عامل حدود الايبكس؟ هتقولي كلافيكل؟ هقول لك لا، احنا قلنا علم الاناتومي علم دقيق. هقول لك الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، يعني التلت اللي في النص من الكلافيكل تحديدا. طب هتقولي الفيرست ريب؟ اقول لك لا، الاوتر بوردر اوف فيرست ريب. طب السكابيولا؟ لا، السوبيريور بوردر اوف سكابيولا. يبقى كده عندي ثلاث حاجات بيحوطوا الايبكس، او هم دول عاملين الحدود بتاعت الايبكس. الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، والاوتر بوردر اوف فيرست ريب، والسوبيريور بوردر اوف ايه؟ السوبيريور بوردر اوف سكابيولا. يبقى تاني اهو، بص من هنا الايبكس اهي، الايبكس هي الحته دي كده، دي الايبكس بتاعت السكابيولا اهو. ادي كلافيكل محوطاها، الميدل ثيرد اوف كلافيكل من قدام، الميدل ثيرد ميدل يعني في النص، والابر بوردر اوف السكابيولا او السوبيريور بوردر زي ما انت عايز تقول قول، وكمان الاوتر بوردر اوف ايه؟ فيرست ريب. بص على الصوره دي اهو، هنا دي كده الايبكس اوف اكزيلا، الايبكس اوف اكزيلا. طيب ده كده الايه؟ الاوتر فيرست ريب، ادي الاوتر بوردر بتاعه، وادي الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، وادي السوبيريور بوردر بتاع الايه؟ السكابيولا. دي كده الايبكس بتاعك. يبقى الايبكس باوندد باي، الايبكس باوندد باي ايه؟ ميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، ابر بوردر اوف سكابيولا، واوتر بوردر اوف فيرست ريب. طيب في حاجة تانية هتلاقيها موجودة عندك في الكتاب بتاعك عن الايبكس، بس قبل ما اتكلم عنها لازم هوريك حاجة مهمة قوي. بص بص الصورة دي، شايفين ايه ده؟ دي النك، النك يعني الرقبة. تمام؟ لما بص في النك كده، هناخدها ان شاء الله قدام في الهيدو النك لما نوصل لها. شايفين اللي نتعلم عليه بالبينك ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه بوستيريور تراينجل اوف ذا نك. ايه بقى الاسم الغريب ده؟ بوستيريور عشان هو ناحية ورا شوية، تراينجل لانه مثلث، اوف ذا نك لانه موجود في الرقبه. المثلث ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبيس ما بين العضلات، ان شاء الله هناخده بالتفصيل لما نيجي ندرس النك. طيب انت ليه بتقول لي اسمه دلوقتي؟ لاني لو انا مثلا تخيلني انا كمحمد قدامك، خيالي شريان او 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 نيرف. تمام؟ هنرسمه مثلا هنا. انا مثلا حاجه ماشيه هنا، انا مثلا شريان بالاحمر اهو ماشي هنا. انا عايز ادخل الاكزيلا، هي فين الاكزيلا؟ دي الكلافيكل اهي، الاكزيلا تحت في الحته دي كده. انا عايز ادخل الاكزيلا، هدخل الاكزيلا عن طريق مين؟ اروح لافف وادخل عن طريق الانتيرور رول، ولا ادخل عن طريق البوستيرور رول، ولا ادخل منين؟ ادخل من الايبكس، اقرب مكان ليا، اقرب مكان ليا اهو. هنزل 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 واروح داخل عن طريق الايبكس، وبعدين ادخل الاكزيلا اهو. انا كده ماشي جوه الاكزيلا، انت مش شايفني. تمام؟ طيب فتحه الاكزيلا من فوق اللي هي الايبكس بيسموها ايه بقى؟ بيسموها سيرفايكو اكزيلاري كانال. يعني الايبكس هي اسمها سيرفايكو اكزيلاري كانال. يعني ايه سيرفايكو؟ كلمة سيرفايكال لما اقول لك السيرفايكال ريجون يعني منطقة العنق، يبقى كلمة سيرفايكال يعني ايه؟ عنق باللاتيني. يبقى سيرفايكو اكزيلاري كانال، سيرفايكو اكزيلاري كانال. دي القناة، كانال يعني قناة، قناة بتوصل ما بين النك البوستيريور ترانجل اوف ذا نك تحديدا والايه؟ والاكزيلا. يبقى الايبكس بتاعتنا، الايبكس
الايبكس بتاعتنا دي كده هي دي اللي دخلني لو انا عايز ادخل الاجزيلا من البوستيريور ترينجل اوف ذا نيك، بسميها ايه؟ سيرفايكو اجزيلاريكال. هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب بس عشان تبقى فاهم معنى الكلمه، الكلمه نفسها اسمها سيرفايكو عشان جايه من النك، جايه من ناحيه الرقبه، واجزيلاري نسبه للاجزيلا، سيرفايكو اجزيلاري ايه؟ كانال عشان قناه. طيب في حاجه بقى نتكلم عنها اسمها الاجزيلاري فولز، عشان ما تتوهش مني احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن تعريف الاجزيلا، واتكلمنا عن الباوندريز او حدود الاجزيلا، انتيرور وول، بوستيرور وول، ميديال وول، لاترال وول، والبيز اند ايبكس. طيب بص معايا في الصوره دي، شايفين الحته اللي قدام دي المتنيه دي؟ انت ممكن تمسكها في ايدك وانت قاعد في البيت، لو رفعت ايدك بالوضع ده هتلاقي في حاجه من قدام كده ناشفه كده ماسكها من ايد بايدك، وحاجه ورا كده اسمها اكزيلاري فولد. فولد يعني ايه؟ فولد يعني ثانيه، فولد يعني بالعربي يعني ثانيه، ثانيه يعني بالثهم. دي حاجه متنيه اهي، تمام؟ ده الانتيريور اكزيلاري فولد، وده بوستيريور اكزيلاري فولد. ده اسمه انتيريور اكزيلاري فولد وده بوستيريور اكزيلاري فولد. طيب تخيل معايا ان انا شلت الجلد بتاع الحته دي كده، ايه اللي عامل الانتيريور اكزيلاري فولد؟ طيب انا عايز حد شاطر يقول معايا، بص كده معايا. هنجيب الفيو ده كده، بص معايا. الانتيريور اكزيلاري فولد تخيل مكون معايا مين؟ المفروض الانتيريور اكزيلاري فولد لو حطينا الجلد بقى على النموذج ده، بس انا شلت لك الجلد عشان تشوف. المفروض مين اللي عامل اللور بوردر، او عامل مين، قصدي عامل الانتيريور اكزيلاري فولد ده قدام، ده ناحيه قدام اهو، انا كده قدام ماشي. مين اللي عامل بقى الانتيريور اكزيلاري فولد؟ شاطر، البكتوراليز ميجور ماسل، بس مش كلها. انا قلت لك الاناتومي علم دقيق، لازم تقول لي انهي حته في البكتوراليز ميجور. بص معايا، ده كده اللور بوردر اوف بكتوراليز ميجور ماسل اهو، يبقى ده الابر بوردر ماليش دعوه بيه دلوقتي، انا عايز اللور بوردر، هو ده اللي بيعمل لي الانتيريور اكزيلاري فولد. يبقى انا لو انا عملت الاي بالوضع دوت ومسكت الحته دي من قدامي، يبقى انا كده ماسك ايه؟ ماسك اللور بوردر بتاع البكتوراليز ميجور ماسل. يبقى الانتيريور فولد فورمد باي لور بوردر اوف بكتوراليز ميجور ماسل. طيب طب امال البوستيريور فولد معمول بايه؟ البوستيريور فولد معمول، بص معايا كده، فاكر العضله دي؟ فاكر العضله دي؟ اسمهم ايه؟ دي اسمها تيريز ميجور ودي اسمها تسمس دورزاي. هم دول اللي بيعملوا البوستيرور اكزيلاري فولد. طب السبس كابيلاريز؟ لا السبس كابيلاريز بعيده، هي بص فوق ما تعرفش تمسكها بايدك. يبقى اللي انت بتمسكه بايدك دول من ناحيه ورا اسمهم ايه؟ اسمهم لاتسمس دورزاي ماسل والتيريز ميجور ماسل. يبقى كده البوستيرور اكزيلاري فولد معمول بايه؟ بالانتيريور فولد اتعمل باللور بوردر اوف ايه؟ اوف بكتوراليز ميجور ماسل. طيب والبوستيرور فولد معمول بايه؟ معمول بالتيريز ميجور اند لاتسمس دورزاي ماسلز، تيريز ميجور اند لاتسمس دورزاي ماسلز، تمام؟ طيب دي كده الايه؟ الاكزيلاري فولدس. طيب فاضل بقى، احنا اتكلمنا عن قلنا الاكزيلا دي عباره عن سبيس فراغ، يعني هل الفراغ ده فاضي خالص؟ لا. هنتكلم عن الكونتنت اوف اكزيلا، الكونتنت اوف اكزيلا. بص انا هرص لك دلوقتي قايمه طويله عريضه كده فيها شويه حاجات مطلوب منك تحفظهم، تمام؟ بعضهم هتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه، او يعني الريكورد الجاي على طول، وبعضهم هقول عنه كلمتين سرعة قوي كده بسرعه المره دي، تمام؟ طيب اول حاجه اكزيلاري ارتري، ده معايا له حوار كبير قوي. اكزيلاري ارتري ده شريان، ارتري يعني شريان لو لسه ما قريتش الترجمه. طيب اكزيلاري فين يعني وريد باسم نسبه للاكزيلا، يعني يبقى اكزيلاري ارتري واكزيلاري فين، شريان دايما يبقى ورا وريد على طول. اكزيلاري لينف نودز، لينف نودز يعني عقد لمفاويه، عقد ايه؟ لمفاويه، برضه هنتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل. اكزيلاري تيل اوف فيميل بريست هكلمك عنه دلوقتي، احفظ لي بس الاسم ده، اكزيلاري تيل يعني اوف فيميل بريست، بريست يعني الثدي، وتيل يعني ديل، تمام؟ اكزيلاري فات، فات يعني دهون، والبريكيال بليكسس، لا ده موضوع كبير قوي ان شاء الله هنتكلم عنه برضه في ريكورد لوحده، ده بريكيال بليكسس، كوردس اند برانشز. نيرف تو سيريتاس انتيريور، فاكر العضله اللي اسمها سيريتاس انتيريور؟ اه النيرف اللي رايح لها او العصب اللي رايح يغذيها بيمشي جوه الاكزيلا، فبعتبره من ضمن الكونتنت، كونتنت يعني محتوى، تمام؟ والانتركوستو بريكيال نيرف اوف سكند انتركوستو نيرف، جمله طويله عريضه معلش هفسرها لك كمان دقيقه واحده. طيب الاول احنا قلنا بعض الحاجات دي، الاكزيلاري ارتري هنتكلم عنه ان شاء الله المره الجايه، تمام؟ فده هنتكلم عنه بالتفصيل، ده بالتفصيل ودي بالتفصيل، لا دي هنقف عندها دلوقتي وقفه صغيره كده. الاكزيلاري فات ده هو فات دهون موجوده في الاكزيلا ما فيش عليها كلام. البريكيال بليكسس طبعا دي يعني موضوع كبير قوي لازم تتذكره كويس قوي. نيرف تو سيريتس انتيريور اظن انت يعني واضح، وده برضه هتكلم عنه دلوقتي. وانا دلوقتي هتكلم عن موضوعين صغيرين جدا اسمهم الانتركوستو بريكيال نيرف اوف سكند انتركوستال نيرف والاكزيلاري تيل اوف فيميل بريست. طيب
انت تعالى نتكلم على التيل اوف فيميل بريست. بص معايا الصوره دي، دي صوره للثدي، تمام؟ الثدي مكون من كذا جزء، طبعا انت مش عليك دراسه الثدي بالتفصيل، ولكن هكلمك عن اهم جزء فيهم هو الايه؟ اللي انا محتاجه النهارده، اللي هو التيل، يعني الديل. شايف الحته دي كده؟ ده التيل اوف بريست. بص معايا الصوره دي، انا هنا عملت ايه؟ شلت الجلد خالص. اللي شايف الاصفر ده، الاصفر ده هو البريست. البريست ده اللي شايف الحته المدلدله ورا دي لونها اصفر برضو، الجزء ده كده اسمه التيل. التيل ده بيجي عند عضله البكتوريز ميجر ويروح خارمها وداخل جوه الايه؟ داخل جوه الاكزيلا. يبقى ده اللي اسمه التيل اوف فيميل بريست، فبعتبره من ضمن الكونتنت، يعني من ضمن محتوى الاكزيلا، لان هو موجود بره قدامك، ولكن الحقيقه هو بيدخل ناحيه، بيدخل لجوه الاكزيلا. يبقى ده اسمه الايه؟ اسمه التيل اوف فيميل بريست، تمام؟ يبقى كده ده كده فهمنا موضوع التيل اوف فيميل بريست. طيب ايه بقى الموضوع التاني اللي عايز اكلمك عنه؟ بص معايا، اللي هو الانتركوستوبريكيال نيرف اوف سكند انتركوستال نيرف. اتفقنا كلمه انتركوستال يعني ايه؟ بص معايا في الموديل ده، انتركوستال اتفقنا اللي هي اي حاجه ما بين الضلوع، يعني بقول لك انتركوستال ماسل دي الماسل اللي ما بين الضلوع، فالكلمه مش غريبه عليك. طب انتركوستال نيرف، انتركوستال نيرف ده عباره عن كل ما بين كل ضلع وضلع فيه عصب مشي، بسميه انتركوستال نيرف. ان شاء الله انا لما اخد الثوركس هدرسه بالتفصيل، اعرف هو ماشي ازاي وبيعمل ايه وفايدته ايه بالظبط، ولكن انا مهمني دلوقتي عندي ده الفيرست انتركوستال نيرف، ما يهمنيش اللي هو اللي فوق ده اللي انا هعلم عليه بالازرق ده. بص اهو ده الفيرست انتركوستال نيرف، ما يهمنيش خالص، مش محتاجه دلوقتي. طيب امال انا محتاج مين؟ السكند انتركوستال نيرف. السكند انتركوستال نيرف بيطلع منه نيرف بقى، بيطلع منه فرع كده او برانش اسمه انتركوستو بريكيال نيرف. ليه اسمه كده؟ انتركوستو يعني ايه؟ يعني ما بين الضلوع، يبقى عشان هو طالع من هنا كده ما بين الضلوع، هو ده انتركوستو. طب ليه بريكيال؟ بريكيال نسبة للبريكيوم، بريكيوم يعني ذراع. العصب ده هيعمل حاجة حلوة جدا، هو خارج من هنا، تمام؟ هرسم لك، هو هنا مش مكمله في الموديل، هو خارج من هنا من ما بين الضلوع، يبقى اسمه انتركوستو. هيمشي هنا، دخلت فين؟ دخلت الاكزيلا، هيخرم كل العضلات والحاجات اللي موجوده هنا بتاعت الميديال وول، ويفضل ماشي 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 عشان يدخل الدراع، وهيغذي الجلد اللي موجود في الدراع، مش مهم تعرف هو بيعمل ايه. ده اسمه ايه؟ اسمه انتركوستو بريكيال نيرف. تسميه بس، اهم حاجه تعرف التسميه عشان تحفظ اسمه بسرعه. انتركوستو عشان خاطر ما بين الضلوع، بريكيال يبقى هو ما بين الضلوع، بريكيال عشان خاطر هو له علاقه بالايه؟ بالدراع، بالارم، اللي هو اسمه بريكيوم في اللاتيني. يبقى انتركوستو بريكيال نيرف. طب هو جاي منين؟ اوف سكند انتركوستال نيرف. يبقى اوف دي قصده بيها يقول لك هو طالع لك منين؟ يبقى ده اسمه، يبقى ده كده هو اللي من ضمن الكونتنت اوف اكزيلا، انتركوستو بريكيال نيرف اوف سكند انتركوستال نيرف. يبقى تاني اسمه انتركوستو بريكيال نيرف اوف سكند انتركوستال نيرف. طيب انا في خلاص، احنا كده يعتبر خلصنا، في بس حاجه صغيره عايز اوريها لك. الصورتين دول موجودين عندك في الكتاب، انا عايزك تفهمهم كويس عشان لما تيجي تبص في الكتاب تحفظ الصور بتاعت الكتاب، ما تبقاش متضايق من صور الكتاب. بص معايا الرسمة دي، أهم حاجة لما تيجي تفهم صورة اقرا بس العنوان. الرسمة دي أنا واخدها من الكتاب بتاعك بالنص، يعني دي اسمها إيه؟ Sagittal section of axilla showing anterior and posterior walls apex and base. يعني إيه الكلام ده؟ Sagittal section أنا وريتهولك يعني إيه؟ أنا قاطع إزاي؟ هوريك تاني معلش عشان في الأول بس تنسوا بسرعة، فمحتاج إن أنا أكرر الكلام كتير، فمعلش لو حد متضايق من التكرار. ده إيه؟ ده الموديل أهو. Sagittal section يعني إيه؟ يعني كده، هقطع كده، تمام؟ ده اللي احنا قطعناها في الاول. اوف اكزيلا هيوريك الانتيرور وول. طيب فين انتيرور فين بوستيرور؟ اهو بص معايا، هوريك تعرف انتيرور وبوستيرور ازاي. دي ايه دي؟ دي كلافيكلاين. ودي ايه دي؟ دي العضلات اللي موجوده في الاول. الشكل ده مش غريب عليك؟ مش ده الانتيرور وول بتاعي؟ اه ده الانتيرور وول، تمام. يبقى ده ناحيه ايه؟ ده ناحيه قدام، يبقى ده كده انتيرور اهو. طيب بص الحته اللي ورا دي، ايه دي؟ ثلاث عضلات اهمت، في عظمه كبيره قوي كده، العظمه دي، العظمه الكبيره دي اسمها ايه؟ اللي هي سكابيولا، بس انا قاطعها عشان كده مش باينه لك كلها. يبقى ده ناحيه ايه؟ البوستيريور. يبقى ده كده ناحيه البوستيريور. طيب ده انتيريور، ده بوستيريور. طيب تعالى نقرا الرسمه واحده واحده. ايه دي؟ شايف ايه اللي فوق دي؟ اللي فوق في القمه دي خالص دي كلافيكل، دي اعلى حاجه فوق. طب العضله اللي قدامها كبيره قوي دي اسمها ايه؟ بيكتوراليز ايه؟ بيكتوراليز ميجور. ودي اسمها ايه؟ بيكتوراليز ماينور. طب اللي تحت الكلافيكل على طول اسمها ايه؟ اسمها سب كليفياس ماسل. فاكر اسم الفاشيه دي؟ اسمها كلافي بيكتور فاشيه. انا مش بعيد الصوره دي عشان خاطر انا وريتها لك في الاول تقريبا نفس الصوره بس كانت ملونه يعني. طيب نبص على ده البوستيرور ايه؟ ده البوستيرور بول اهو، تمام. ده البوستيرور ايه؟ بول. دي اسمها ايه؟ اسمها سكابيولا. اسمها ايه تاني؟ سكابيولا. ايه اللي قدام دي؟
اللي قدام الاسكابيولا عضله اسمها كبيره قوي كده اسمها السب سكابيولاريز، بس انا قطعها وموريك القطعه بتاعتها. طب فاكر دي اللي تحت السب سكابيولاريز اسمها تيريز ميجور، هي بس مش واضحه هنا دي اسمها تيريز ميجور. والعضله اللي حضناها، بص انا بقول لك حضناها عامل شبه الهلال تحتها كده، اسمها ايه؟ ده التندون بتاع مين؟ لاتسماس ايه؟ لاتسماس دورزاي مصر. دي كده البوستيرور. عايز اوريك برضه في الصوره دي حاجه، البيز بتاعتنا القاعده بتاعت الاكزيلا، مش ده السبيس اوف اكزيلا، مش ده فراغ اهو اهو تمام. البيز بتاعتنا ايه اللي هي القاعده بتاعتنا ايه؟ السكين والسوبرفيشال فاشيا اند ديب فاشيا، سكين سوبرفيشال فاشيا اند ديب ايه؟ اند ديب فاشيا تمام. طيب بص بقى برضو الصوره دي موجوده معاك. طيب الصوره دي هنا بيقول لك ايه؟ ده كروس سيكشن، كروس سيكشن في الاكزيلا. طيب ده جديد عليا فعشان كده هوريهولك. يعني ايه كروس سيكشن؟ بص معايا برضو الموديل ده، انا هاجي اروح اعمل ايه؟ اروح هات القلم، اروح اقطع كده عشان انا المره اللي فاتت كنت بقطع كده، اسمه ساجيتال، ده اسمه ايه؟ كروس. طبعا بيختلف بقى مستويات، ممكن اقطع هنا مثلا، ممكن اقطع هنا، ممكن اقطع في اي حته، بس كروس سيكشن اهو اهو، انا هنا اقطع في كروس سيكشن في الحته دي كده هقطع. وبعدين اعمل ايه بعد ما اقطع؟ هروح باصص منين؟ من فوق كده، هروح باصص من فوق تمام. طيب تعالى بص معايا بقى الرسمه دي عشان نبدا نفك شفرتها شويه. بص معايا في الرسمه دي، انا عايز اعرف الاول فين الاتجاهات بتاعتي. انا قلت لك قبل ما تبص على اي بيانات لازم تبص على الاتجاهات الاول، فين قدام فين ورا. طيب في حاجه سهله قوي تعرف بيها اللاترال من ميديال، العظمه دي التخينه دي اسمها ايه؟ هيومرس. الهيومرس ناحيه اللاترال صح ولا لا؟ طيب الريب ده ناحيه الميديال، انا كده جوه القفص الصدري هنا الحته دي يعني المفروض ده الميديال اهو، ناحيه الميديال ناحيه جوه، ده اللاترال ناحيه بره تمام كده. طيب فاضل اعرف من قدام من ورا. طيب هو قدام كان في كام عضله؟ كان في بكتورياليز ميجور، كان في بكتورياليز ماي اهم قدامي اهم، يبقى دول كده انتيريور. طيب العظمه اللي ورا دي، العظمه اللي ورا دي اسمها ايه؟ اسمها سكابيولا، يبقى كده كده ايه؟ بوستيريور. طيب تعالى بقى واحده واحده نتكلم على البيانات الموجوده على الرسمه دي. يبقى ده انتيريور، ده بوستيريور، ده ميديال، ده ايه؟ ده لاترال. واحده واحده معايا. تعالى الاول ناخد القدام، اللي قدام دول. دي اسمها ايه؟ كبيره قوي دي. انا قاطعها ازاي؟ خد بالك انا قاطعها كروس سيكشن. تقولي هي ليه باينه كده؟ قاطعها كروس سيكشن، هوريتك كروس سيكشن. بص كده معايا، انا واخد اهو، انا قاطع، معلش هجيب الفيو عشان بس تتخيل معايا لو حد متضايق من ان انا بعيد كتير، عشان بس تتخيلوا معايا، في ناس بتبقى تخيلها صعب شويه، لان محتاج تخيل جامد يعني. انا لما اقطع كروس سيكشن كده هروح باصص من فوق من هنا، فهشوف الدوران بتاع العضله ده تمام. طيب نرجع تاني للعضله بتاعتنا اهو، دي اسمها ايه؟ بكتوراليز ايه؟ ميجور. طيب اللي وراها على طول بكتوراليز ماينور. طب فين الكلافيكل هنا؟ مش باينه، ما انا قطعتها ورميتها، انا قطعتها ورميتها. طيب بص معايا، شايف دول؟ بيقول لك ايه دول؟ شورت هيد اوف بايسبس براكياي اند كراكو براكياليز ماسل. فاكرينهم؟ دول اللي كانوا في اللاترال وول اوف اكزيلا، كانوا في اللاترال وول. تعالى نعيد نجيب لك صورتهم تاني، لا هنبقى بعيد قوي كده معلش. بص معايا هفكرك بيهم بس عشان خاطر شكلك ايه نسيتهم، انا حاسس بيك والله، معلش الكلام ده تقيل عليك وانت لسه داخل الكليه، بس ايه معلش استحملونا بقى. دي كده ايه؟ شورت هيد اوف ايه؟ اوف بايسبس. ودي اسمها ايه؟ كوراكو ايه؟ كوراكو براكياليز اهو، شورت هيد اوف بايسبس اند كوراكو براكياليز اهم، فاكرهم؟ طيب تعالى نبص هنا، ادي شورت هيد اوف بايسبس اند كوراكو براكياليز. طب هو هنا معلم لك عليهم مع بعض يعني، فغالبا في الامتحان هيسالك عليهم مع بعض، بس عشان تبقى عارف دي كده الناحيه اللاترال دي الناحيه بره دي شورت هيد اوف بايسبس تمام، ودي اللي هي ايه؟ اللي هي الكوراكو براكيانس. هو معلمك عليهم مع بعض فغالبا في الامتحان هيسالك عليهم مع بعض، ولكن عشان لو فسر لك الناحيه اللاترال الناحيه بره دي كده هي الشورت هيد، واللي ناحيه جوه دي هي الايه؟ كوراكو براكيانس تمام. طيب اللونج هيد اوف بايسبس براكياي هو مش باين قوي في رسمه مشاور على ايه، بس هو مشاور على دي، هناخدها ان شاء الله المره الجايه فما تشغلش بالك بيها قوي. طيب فاكر العضلتين دول؟ طيب هو هنا معلم لك عليهم بسهم واحد، يقول لك تيريز ميجور اند لاتسماس دورزاي. انا عايز بقى واحد شاطر مذاكر كده يقول لي مين في دول التيريز ميجور ومين في دول لاتسماس دورزاي. ها حد قدر يجمع مين تيريز ميجور ومين لاتسماس؟ طيب بص يا ولاد، كان في حاجه اسمها بايسبيتال جروف، فاكرينه؟ بايسبيتال جروف اكيد خدتوه مع دكتور امير، بايسبيتال جروف. كان في حاجه ماسكه في الفلور بتاعته، ماسكه في الفلور اسمها ايه؟ لاتسماس ايه؟ دورزاي. لاتسماس دورزاي دي عرفتها منين؟ الناحيه قدام دي اللي انا عملتها عليها بالاحمر دي اسمها لاتسماس دورزاي. عرفت منين؟
عشان هي شايف واصله لحد الفلور ده، الفلور بتاعت البايسيبيتال جروف. طيب امال مين دي؟ دي تيريز ميجر، لان هي ماسكه في الميديال ليب الشفه اليمين يعني بتاع الايه البايسيبيتال جروف، يبقى دي اسمها الايه تيريز ميجر. هو في الامتحان ده بحطهم لك في الكتاب كده، يبقى غالبا هيسالك على كل واحده لوحدها، بس عشان برضه تبقى عارف، ما تبقاش بتحفظ وخلاص، يبقى انت عارف ان اللي قدام دي هي التسمس دورزاي، واللي ورا دي هي الايه هي التيرز ايه تيرز ميجر. طيب نبص، دي السكابيولا. طيب مش ده ناحيه قدام السكابيولا، مين قدام السكابيولا اسمها ايه؟ سب سكابيولا. ذير از مسل، ده الفيرست ريب، شايفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه العضله دي اسمها ايه؟ اسمها سيريتس انتيرور، دي اللي بتبقى راكبه على الضلوع من بره. طيب عندنا اكزيلاري فين واكزيلاري ارتري، ان شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل المره الجايه، بس شايف الارتري ده الارتري اشمعنى؟ ان الارتري هو ناحيه اللاترال، وهقولهم بالتفصيل برضو المره الجايه. ده اللي هو الاكزيلاري ايه؟ اكزيلاري فين، تمام كده؟ اعتقد كده الرسمه دي بقت خلصت ووضحت. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل المره الجايه في موضوع مهم جدا 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 اسمه البريكيال بليكسس. اشوفكم المره الجايه.